السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالكم فورماسيون تيب شانيل. فاليوم ان شاء الله يعني غادي نتكلموا ان شاء الله على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف وكنحتاجوه في حياتنا اليومية كاملين لينا ولا الاسر ديالنا ولا كاملين. وكيف شو العنوان فهو يعني كيفاش غادي نعرف شحال من فاتورة عندي ديال الماء والضو، ويعني وشحال خاصني نخلص، واي حاجة المعلومات كاملة. يعني هذاك الشيء ما تمشيو الوكالة ديال الوكالة ديال الكهرباء وديال الماء، فكنمشيو لعندهم تيقول لك تندخل للسيستيم باش هو باش يقول لنا واش خلصتي الشهر اللي فات ولا لا، شحال عندك من شهر، شحال الثمن اللي عندك، شحال تخلص. هذه المعلومات كاملة يمكن لنا اننا نشوفوهم فقط في ديورنا في الهاتف ديالنا او لا في البيسي ديالنا في الحاسوب ديالنا، يمكن لنا نعرفوا هذه المسائل كاملة. فشحال من واحد كيبغي يعرف شحال كونسوما في الشهر اللي فات، يعني والورقه ما كتجيش مثلا، حتى توقع ان الورقه ما كتجيش شهريا شهريا، تيقدوا بعض المرات يتعطلوا من بعد شهر ونص، كيقدوا ما يجيبوهاش حتى كيدو الشهر عاد باش يجيك الشهر اللي الاخر. يعني الوراق ما ملي كتبقى معتمد على انك تتوصل بالوراق بالفواتير قبل عاد تمشي تخلص، فغالبا ما كتصدقش هذه المساله، لانك شحال من مره ما كتوصلش بالفاتوره وما كتبغيش انك تسنى حتى الشهر اللي فات يصدق روتار ويصدقوا زايدين عليك. فالانسان كيمشي يشد الطاكسي ولا يمشي تسخسخ حتى المصلحه ولا ذاك المركز ولا هذيك الملحقه كما تنقولوا، وعاد باش تيعطيهم فاتوره قديمه تيشوفوها في السيستيم وتيقول لي بون انت راه عندك القد يقد يكون جيب معاه المونطون كامل، يقدر ما يكون جيب معاه المونطون كامل، تكون ناقصه درهم ولا جوج دراهم ولا شي حاجه، فخاصو يرجع للدار ويعاود يهز لك الفلوس اللي هما خاصينه ويعاود. دونك تسخسيخه وتماره. كاينه هذه المساله وكاينه مساله اخرى اللي غادي نعرفوها الان ان شاء الله في فيديو واحد. قلنا المساله الاولى هي نعرف معرفه الفواتير اللي عندي والمونطون او لا شحال اللي واصل عندي ديال الفلوس، شحال خاصني نخلص فيهم كاملين باش الا بغيت انا نمشي للمصلحه ونخلص نمشي من الدار انا عارف شحال عندي. عندي 2730 ريال، غادي ندي 2730 ريال مباشره يعني من الدار، ما نحتاجش انني ندي الفلوس ناقصين ولا نمشي على الله نمشي ندي 10000 ريال وانا ما عارفش، باش نقول ما ربما قليله كثيره. فهذه المساله الاولى وكتبقى ضابط الامور ديالك، الا خلصتيها كتعرفها بانها طارت، كترجع للسيت كتلقاها طارت، يعني الا خلصتي الشهر ما خاصوش يبقى يبان لك في الاخر. دونك والمساله الثانيه هي انك الا بغيتي تخلص من الدار، خصوصا الان حنا كنعرفوا باننا يعني في هذا الوقت اللي كاين الوباء ديال كورونا، فالناس يقللوا الخروج ديالهم، فدابا راه اي حاجه يمكن لك تخلصها من الدار وبالانترنت كما تنقولوا. فمن بينها فمن بين هذه الاشياء هذه هو هذه الفاتوره ديال الماء والكهرباء، يمكن لك تخلص فين ما كنت في المغرب يمكن لك تخلصها من الدار. فهذه اللي غادي نشوفوا ان شاء الله، نشوفوا كيفاش تنديروا هذا العمل. هذا ان شاء الله تنمشيو لجوجل وكنديروا فاتورتي. ان فوا كتكتب فاتورتي كيعطوك بزاف ديال الاختيارات كيف كتشوفوا، رامسا ايام بوان ماراديم. دونك حنا ما عندناش، غادي نمشيو لفاتورتي علاش غير كون كوا حنا بغيت نعطي امثله، لاننا ما كنتكلمش غير على الناس ديال الدار البيضاء ولا ديال طنجه ولا اكادير، بل المغرب كامل. فهاد فاتورتي فيها الشركات كاملين ديال المغرب، لونيو، لاراك، راديم، دونك راديف، كلهم كاينين. ناخذوا حنا لونيو ونشوفوا شنو غادي تعطيونا. تيطلبوا منا نيميرو دو كونطرا وتيطلبوا منا الايميل والكونفيرماسيون ديال الايميل والكود دو فيريفيكاسيون، كون كوا حنا راه ماشي روبو، نسوم دي زيمان وعارفين اش كنديروا. اوكي هذاك لا كازا كوشي. بون نمشيو لوحده اخرى، نمشيو مثلا نعزلوا، عزلنا لونيو نمشيو لوحده اخرى، نمشيو نديروا راديم، راديم ديال مكناس، دونك ديال المكناس. كذلك تيطلبوا لك النيميرو دو كونطرا، ليميل، كونفيرماسيون ليميل، والكود دو فيريفيكاسيون ولا كازا كوشي باننا ماشي روبو. يعني عطيتكم هذه الامثله كنفتح يعني اي واحد في شي مدينه راه غاين الشركه ديالو هنا، وهذاك الشيء اللي كيطلبوه راه موجود. دونك هنا من ديال اكادير، هذه رامسه ديال اكادير، هذه بالحق كيطلبوا النيميرو دو بوليس. نيميرو دو بوليس كاين في لا فاكتور، لا فاكتور راه فيها يا اما نيميرو دو كونطرا يا اما نيميرو ديال دو بوليس. دونك هذاك الشيء اللي عندك كلشي كاين عندك غير في لا فاكتور، كتشوف لا فاكتور مره واحده صافي يمكن لك تخلص ديما. دونك هنا فهمنا بان سهله انك تدخل المعلومات، ما يدخلوش منك ما تيطلبوش منك شي معلومات اللي هي كبيره بزاف وكثيره بزاف، سهله.
نيميرو دو كونترا ليميل او كونفيرماسيون دو ليميل. دونك نمشيو للنيميرو دو كونترا. نيميرو دو كونترا هو رقم العقده، هو اللي كتلقاه راه بالفرونسي نيميرو دو كونترا، في بالعربيه في اليمن كتلقى رقم العقده. مثلا بالنسبه لنا مثلا غادي ندير واحد الرقم اللي هو 027. اوكي نزيدو نكملو العدد للرقم كامل، ثم نمشيو للايميل نديرو الميل ديالنا. اوكي ارباسك جيمايل، ثم نديرو الكونفيرماسيون، نعاودو نفس الميل اللي درناه بلا اسباس بلا والو، يعني خوه كما تنقولو ايدونتيك معاه باش يتاكسبت علينا هذاك الشيء. ثم نديرو جو نسوي با ان روبو، ملي عمرنا كل شيء نديرو جو نسوي با ان روبو ونديرو فاليدي. دابا الان اخواني غادي نشوفو دابا هنا شنو عطاتنا هذه المرحله. هذه عرفنا لي فاكتور اللي هما عندنا، وعرفنا المونطو اللي غنخلصو، ومدير اينا شهر، يعني ماشي غادي نمشيو لعسل عندهم ونقول ليها بون باقي لك شهرين، باقي لك شهر ربعه، باقي لك شهر ثلاثه، لا راه خلصت ربعه، لا راه خلصت ثلاثه، لا راه مازال. دونك كيبقى عندك الديكالاج ده. هنا كيبان لك كل شيء، وكيبان لك حتى دغوا دو تامبغ، يعني حتى الفلوس اللي تخلص لي فخي دو سيرفيس اون لين، عندك دغوا دو تامبغ شحال، والفخي دو سيرفيس اون لين تاهي راهي عندك تما، كاين اللي بغيتي تخلصها من هنايا بون 0.18، يعني شي حاجه اللي هي قليله 0.18، ما كاملاش درهم، يعني بسيطه بزاف. وبالنسبه لدغوا دو تامبغ عندهم تما 0.04، حتى هي شي حاجه قليله. ليسونسييل عندنا انك كتعرف المونطون كامل بالدغوا دو تامبغ، واي حاجه مزيوده كتعرفها. دونك وكتمشي كتمشي كما تنقولوا الا بغيتي تخلصها في المصلحه كتمشي واجد. مثلا عندي هنا 16.76، كتمشي ب 16.76 هي اللي غادي تخلص، ما تلقاش شي حاجه اكثر. دونك هذا ولكن دونك كنديروا بي، كنديروا فاليدي، ثم كندوزو للمرحله ديال بي. هنا يعني هذه المرحله قبل ما ندوزو للكارت بونكير تيقولوا لنا تيزيدوا ياكدوا عندنا المعلومات، يعني واش قريتي واكسبتيتي، وي جي لو اكسبتي بي. ماتنو غادي ندوزو لا باج اللي فيها الخلاص. دابا غادي ندوزو باش نخلصو. ديجا كيعطيونا الديتاي دو مارشون باش تاكد مزيان بان واش الشركه هي هذه، الاسم ديالك هو هذاك، لادريس ديالك هي هي، الايميل ديالك واش هو ولا، حيت يمكن كتوقع انك تخلص فاكتور لشي واحد اخر ماشي ديالكم. ثم لا كوموند ديالنا هو هذا، النيميرو دو كونطرا ديالنا، المونطون اللي غنخلصو كامل بالتوتال راه هو هذاك 16.94، اللي فيه كلشي، فيه فخي سيرفيس اون لين، وفيه دغوا دو تامبغ، فيه كلشي. ثم ملي كنتاكدوا بان المعلومات راه ديالنا، كندوزوا الان ندخلوا المعلومات ديالنا ديال لاكارت بونكير. لاكارت بونكير هي لاكارت غيشي، هذيك لاكارت غيشي فيها هاد المعلومات كامله. تندخلوا السميه ديال مول الكارت غيشي، ثم كندخلوا النيميرو ديال لاكارت، ثم كنديروا لا دات ديكسبيراسيون، وقتاش تسالي راه كتكون مكتوبه تاهي لتحت، ثم كود دو فيريفيكاسيون وفاليدو لو بيمون، وحنا خلصنا سي بون كونفيرمي لاكسبتاسيون، و كنديرو فاليدي لو بيمون، وها حنا خلصنا. دونك هذا هو اللي كاين، هذا اخواني اللي بغيت نوريكم في هذا الفيديو، هو هذه المساله هذه، لانها سهله وكنحتاجوها في حياتنا اليوميه كلنا، لكن كاين اللي كيعرفها وكاين اللي ما كيعرفهاش، وكنصدقوا ضاربين يعني تماره غادي حتى الوكاله المستقله ديال الموضوع، كاين اللي حداه كاين اللي ما حداهش، كاين اللي خاصو طاكسي، كاين اللي خاصو طوبيس، كاين اللي يمشي على رجلو مسافه، كاين اللي خاصو يمشي في الصباح بكري باش يشد النوبه. دونك كاين اكراهات بحال ما كذا. فاللي عنده يعني اللي عنده كونت بونكير يمكن ليه انه دونك اللي عنده كونت بونكير يمكن ليه انه يخلصها غير من هنا، اللي ما عندوش بامكان انه على الاقل يعرف المونطون اللي غادي يمشي يخلص، والفواتير اللي متبوع انه يخلصهم، واش وحده واش جوج واش ثلاثه، باش ما يمشيش ويرجع، تيمشي مشيه وحده كيخلص فيها كل شيء ويرجع. دونك اخواني نتمنى ان الامور تكون واضحه وباينه، وما نكونش طولت عليكم كيف العاده. اللي عنده شي تساؤل او لا اقتراح او لا اي شيء من هذا القبيل، حتى كلمة شكر يخليها لنا في الكومنتير، باش إن شاء الله نبقاو مستمرين إن شاء الله، ديما نقلبوا على جديد ونجيبوا لكم إن شاء الله. يلا إخواني السلام عليكم، الله يوفق الجميع.